النهارده مليانه وان شاء الله يبقى يوم ينتهي نهايه سعيده يا رب علينا كلنا. اهلا بكل جمهور النادي الاهلي. متفائله يا هنوده الاول لو سمحتي؟ ان شاء الله يعني خايفه مش هكدب مش هكدب خايفه جدا بس ان شاء الله يعني النهارده ننام كلنا فرحانين يا رب باذن الله. برحب بكل حضراتكم من كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده، حلقه ما قبل المباراه. مباراه مهمه، مباراه صعبه، بطوله قويه عندنا فيها طموحات كتير مستنيين ان احنا نحققها وان شاء الله نحققها كلنا، بندعي ونقول يا رب. وقبل ما ندخل في حلقتنا بننوه انه سؤال حلقه النهارده، قولوا لنا احسن واهم هدف